بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة بقرة 80 نمبر آيات ختم شوه ده 81 نمبر آيات شروع کی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من كسب سيئة وأحاطت دا ولمت طيدا دا بلا تيدا نفرق وكي كوي به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون خالدون ما لګوګت کو دقه یو خبره د مخ کې نه چې مونږه کوم کو په خابانی کړه زبر راغلې دانه او کړه زبر مونږه لګ دو خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة أولئك لغوغت كي أو جنة كي بوزيتا أواز بوزي أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل تاسو ګورې کنه دې بني کې بني د پاسه سره غلي وړو کې شان دې مت دې نو دا به لګوګت کوي ښه بني اسرائیل لا تعبدون الا الله الا الله نه بعد تاسو وړو کې شانتي وګورئ قاف فی یو ځای لیکلي دي دغلته به وقف وکړئ دغه ځای کې وقف مطلب لږ ودرېږئ وقفاف یې وکړئ وبالوالدین احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس للناس كتاسو لغا بوزيتي عواز بوزي وقولوا للناس حسنا حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون بسم الله الرحمن الرحيم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار
دلتا جیم راغلے دے جیم کی پکار دا چی کم دے کی جیم راشی آغا دے کی تاسو ود رہ گئی و دیر ضروریم ندا لکه سنگا چی دا توی او دا آیات پا زیکی نو تاسو دا یو زیم یلی شی و کوشش کوئی چی تاسو بس پا دا قضی کی ود رہ گئی هم فیها خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه جنہ کی ان ما سوکلا آواز میں پوزے تا بوتلو آواز پوزے کی بوتلو تا سوئی اونا هم فیہا خالدون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ بنی کی ما اگت کو او اسرائیل کی مداغ نبی علیہ السیوہ اگت کو سیدہ بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وذی القربى فقرب بابانی فبابانی ہم سراغلی دی کڑا زبر یتا یتاما کی پدی تیبانی مراغلی او پمیمانی مراغلی ندامہ لگا اگت کو ہاں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا جیسے کہ زوس ودری درم دابا زوس دوبارہ را دس رکم حُسْنًا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ دسی مانگو ماوی لی خوز بہترین دادا چی تا یوازی آقا ٹکی ورسل یوزینی کی ولگ معمولی ورسل نور را روسو شی داسی وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون سبح الله الرحمن الرحيم بلى من كتب سيئه وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا كي تاسو غوري اخذنا پدی الف بانی کڑا زبر نه دی راغلی چې ته وی و ایس اخذنا چې کڑا زبر راغلی به وتا اخذنا ویلی و ایس اخذنا نه و ایس اخذنا و ایس اخذنا اخذنا نه کنه اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدوا الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون شاباش استاس درو شریف وای دعاګانې وکئ ځان ته مور و پلار ته او ما ته هم وکئ ها کومه دعا نه چې مخکې وروسته دواړه درو شریف وای هغه دعا بیا خامخا قبلیږي.
نو درو شریف وسو عائشہ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حمید مجید اللهم بارك علی محمد وعلى آخر کی د مجلس دعا وای لا سوچت کے شاباش سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يلا دا تلاوت منگو کو کدی کی سو غلطی نی شوی منگم کمزوری اغا غلطی نی منگ تا معاف کی او دا اغی د سی کولو منگ تا توفیق را کی او یلا دا منگ چی کم تلاوت کو دا زم نہ قبول کی اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.